أقرب ما تكون مطاردة منها للمعركة. فقوات حكومة الوفاق تلاحق فلول قوات حفتر شرقا بعد أن هزمتها وأخرجتها من مدن وبلدات ومعسكرات وقواعد جوية مبعدة إياها عن الحدود الإدارية للعاصمة، إضافة لسيطرتها على كامل الساحل الغربي للبلاد. لتوضيح التحول الكبير في سير المعارك بليبيا واستنادا لما تظهره خرائط موقع ليبيا لايف ماب الأمريكي، هكذا كانت تبدو السيطرة قبل أشهر قليلة. تظهر باللون الأحمر مناطق سيطرة قوات حفتر، كانت تطوق طرابلس وتقطع أوصال الغرب محاصرة مدنه وبلداته. الآن هكذا يبدو المشهد على الأرض بعد تقدم قوات حكومة الوفاق التي يقول مسؤولوها إن العملية العسكرية المسمى عاصفة السلام مستمرة لإكمال السيطرة على كامل التراب الليبي. أما قوات حفتر التي شنت طائرات تابعة لها غارات بدا للبعض أن الغاية منها التنغيص على قوات حكومة الوفاق لا أكثر، فبرر المتحدث الرسمي باسمها ما حدث بأنه رضوخ لضغوط دول كبرى، وأن قواتهم انسحبت مسافة 60 كيلومترا عن طرابلس لجعلها آمنة والإفساح المجال أمام متابعة جولات اجتماعات اللجنة 5+5 العسكرية الهدفة لإنجاح المسار السياسي والاقتصادي والأمني. يخرج سكان العاصمة طرابلس فرحين بما حققته قوات حكومة الوفاق المعترف بها دوليا بعد أن ولى كما يظهر واقع الحال زمن سقوط القذائف والصواريخ العشوائية التي كانت تطلقها قوات حفتر منذ بدء هجومها على العاصمة قبل أكثر من عام. حتى الآن الثابت أن ليبيا البلد الغني بالنفط ما يزال مشهدها الميداني فقيرا بالحلول، فهل سيبقى صوت البنادق الفيصل بين الطرفين أم إن الحل السياسي المصنوع على طاولة المفاوضات أوانا قد يأتي قريباً؟